في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها في الوسط الحضري، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية بومرداس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من 9 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و 50 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. أطوال القضية تم اكتشافها بناء على معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها قيام أفراد الشبكة بتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية وإدارية خاصة بملفات قاعدية لمركبات وشاحنات، ومن ثم إيداع هذه الملفات على مستوى بلديات الوطن لاستخراج بطاقات رمادية، وذلك بالتواطؤ مع الزبائن الذين يدفعون للشبكة الإجرامية مبالغ مالية نظير عملية تزوير. العملية تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والتي مكنت من ضبط واسترجاع 3 شاحنات من نوع شاكمان مبلغ مالي يقدر ب 170 مليون سنتيم، جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه يستعمل في إعداد محررات المزورة، 5 أختام إدارية مقلدة خاصة بمؤسسات تجارية، أكثر من 80 ملف قاعدي مزور خاص بالمركبات، رزمة من الأوراق الخاصة ببطاقات الوصفية للمركبات معدة للتزوير، رزمة من الأوراق خاصة بمؤسسات تجارية معدة للتزوير، 4 بطاقات صانع مزورة، مجموعة من المفاتيح المقلدة، مجموعة من نماذج خاصة بمختلف الإدارات والإدارات العمومية والخاصة، هواتف نقالة. بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليمية.